أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا. هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قل ربي يعلم القول في السماء السميع العليم. فقالوا أضغاث أحلام بل ابتلاه بل هو شاعر. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجال يوحى أبا يمتبه خالدون كل نفس دار.
إليكم آياتي فلا تستجيبون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون وتأتيهم عدة فاجبتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل ميثاقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آيات تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من طرفها أفهم الغالبون وإنما أنذركم بالوحي ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نزلنا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال فربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال من فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ورجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم وأرادوا به كذا فجعلناه مرسلين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم بالخيرات وإقام الصلاة
ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نبت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم لنفسكم فأنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وسجدنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معه رحمة عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذكر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذا بقوا غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى بالظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فسلمنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين سجدنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها أمها آية للعالمين إن هذه أمتكم وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلى راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب يسنون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في عنة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون وكان هؤلاء وكل فيها خالدون فهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم ارتقي السماء كطي سجل الكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا بالزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغ لقوم العابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فأنتم مسلمون فإن تولوا فقل أنتم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجرى من القول ويعلم
لكم ومتاع إلى حين. قل ربحوا بالحق وربنا الرحمن المستعان.